السلام عليكم. مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. نهى الفريق الوطني بنادي الزمالك الليلة استعداداته لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة، ويفوز الفارس الأبيض مرانه الأخير، ثم يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية 5-1. ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها 9:15 مساء اليوم استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور 16 لكأس رابطة الأندية المحترفة. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع.